القداسة تحدثت في النقطة الثالثة عن صعود المسيح بالجسد، فهل هو جسد ممجد أي ليس بشري مادي؟ طبعا في صعوده ما فيش شك أنه كان جسدا ممجدا، لأن الجسد العادي المادة بقانون الجاذبية الأرضية تنزل تحت ما تقدرش تطلع فوق، لكن لأنه كان جسد ممجد أمكن أنه يصعد إلى فوق، لأن في هذا الجسد الممجد لا يخضع لقوانين الجاذبية الأرضية، لأنه يقوم بجسد روحاني أي ليس جسد مادي طبعا. وأيضا ما معنى الابن جلس عن يمين الآب؟ هل في هذا انفصال الاب عن الابن؟ دي انا قلتها كتير قبل كده لكن ما فيش معنى اشرحها مرة اخرى. كلمة يمين لا تعني وضع مكاني، كلمة يمين ترمز للقوة وللبر، يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة فلن اموت بعد بل احيا. فاليمين ترمز للبر وترمز للقوة، ولذلك في متى 25 عن مجيء المسيح الثاني قال الأبرار يقفون عن يمينه والأشرار عن شماله. كلمة يمينه هنا يعني نواحي الأفضلية والبر والحاجات دي، فيبقى لا تؤخذ جلس عن يمين الآب من جهة المكان، لأول نقطة. تاني نقطة، ما فيش مكان فاضي عن يمين الاب يجلس فيه الابن لان الله مالئ الكل، فيبقى فين؟ نحن كبشر محدودين بحدود هذا الجسد، لنا يمين ولنا شمال، لكن المالئ الكل ليس له يمين ولا شمال من جهة المكان، وما فيش مكان فاضي عن يمينه عشان واحد يجلس فيه. ثالث حاجة، ان بيقول انا في الاب والاب فيا، فلما يكون في الاب والاب فيه بيقول انا في الاب والاب فيا، فلما يكون في الاب والاب فيه يبقى مش عن يمينه جغرافيا او مكانيا، انما جلس عن يمين الاب يعني جلس في قوة الاب وفي بر الاب. وفي كورنثوس الأولى 1:23-24 يقول المسيح الذي هو قوة الآب وحكمة الآب، قوة الله وحكمة الله. فجلس عن يمين الآب يعني جلس في قوته وفي بره، يعني حكاية إخلاء الذات انتهت تماما بهذه العبارة. لما يجي في مجيئه الثاني سيأتي في قوته في مجده وفي مجد أبيه كما قيل في متى 16:27، فمش هيجي كشخص في ضعف الناسوت اللي بيلطمه واللي بيضربه واللي بيهينه، لا، يأتي في مجده، لأن عبارة إخلاء الذات انتهت تماما بالصعود إلى السماء والجلوس عن يمين الآب، يعني الجلوس في قوة الآب في بر الآب. ولذلك لما ظهر ليوحنا في سفر الرؤيا ظهر له في قوة، حتى أن يوحنا الذي كان يتكئ على صدره بيقول وقعت عند قدميه كميت،